رجعنا لكم معانا ضيفينا الكبيرين ولا الكبيران؟ لا هي كده صح؟ صح. انا اصلي قاعد دلوقتي بين قوسين لغه عربيه. الضيف الاولاني وقيم وقام واستاذ ومعلم في مجاله بكل المقاييس. راجل في الاعلام حدث ولا حرج، سواء في رصانه الكلمه والالقاء أو في طريقة التعامل مع الإعلام كمهنة وكصناعة. ضيفي الكبير وضيفنا العظيم النهاردة الأستاذ حامد عز الدين، أهلا بك. أهلا بك يا أيقونة. الله يخليك. الآخر واحد حيرنا، هو إبراهيم قدمه تقديمة جميلة قوي، قال لك الدم السوداني والقلب المصري الأهلاوي. اصطدته فعلا حرفيا من محل عصير قصب، ودي قصة مش هحكيها لكم غير بعد ما نكشه واقول له ايه اللي حدفك على مصر وشمعنا مصر وشمعنا النادي الاهلي يا كابتن شطة في بداية السبعينات. اهلا بيك والله. اهلا بيك. احكيها لك ولا احكي انت؟ ما انت لا لا، الاول احكي لي ايه انت وانت في السودان، ايه اللي جابك مصر، وبعدين ايه اللي واجهك للنادي الاهلي، ومين اللي اثر فيك، ومين اللي كان اشار عليك بهذا الامر؟ المفاجأة بقى اللي هقولها لك دي غريبة جدا، انه نادي الهلال السوداني كان في امين زكي وكان في سورين اسكندريان اخو كوركين اسكندريان، صحفيين كبار من ايام الاربعينات والخمسينات، هم اللي جابوني هنا من نادي التحرير السوداني. يعني شوف اللي جابني هنا نادي الهلال. وجابوني هنا، وكان وقتها عبد الرحيم الشناوي اخو كامل الشناوي، مامون الشناوي حارس مرمى الترسانة لو فاكره. ايوه الشناوي. سورين اسكندريان جه معايا، وعبد الرحيم الشناوي استقبلني في المطار مع عبد البقال. يعني القصه دي انا بقولها ليه؟ عشان الهجوم اللي عليا في السودان من ان انا ليه ما بشجعش الهلال وشجع الاهلي، هذا موضوع طبعا يجب ان اطرحه. يعني هديك الفرصه تقول الكلام ده لانه مهم جدا، ولكن اذا اللي رشحك اللاعب الكبير امين زكي. امين زكي اللي هو واحد من اعظم مدافعي الوسط في افريقيا، ولاعب النادي الاهلي، ولعب للنادي الاهلي في اوائل السبعينات مع كابتن حسن حمدي. انا ليه بقول لك امين زكي؟ هحكي لك القصه، عايزين تعرفوها بسرعه كده. احنا واقفين في الملعب بنحضر التمرين، وجاء امين زكي هذا اللاعب العظيم المخضرم، وكان قبليه سليمان فارس برضو، واحد من اعظم من انجبت الكره الافريقيه. ابراهيم كبير هو، وجه بعديهم ابراهيم كبير. لا واسامه يوسف. لا طبعا اسامه، انما اسامه جاب لنا كاس مصر على فكره. انما لقيته امين زكي بعد ما رحبنا بيه، فبص على التمرين كده قال له فين جرن الشط يا كمال بيه؟ قال له مين جرن الشط؟ قال له انا بعت لك لعيب من السودان ده والله. قال له ايه ده؟ يا فلان يا فلان ايه؟ قالوا له هو جه اختبر، وبعدين يعني ما اختفى ودكوتي ما لفتش نظره قوي يعني. قال له ازاي يا راجل، ده احنا مسمينه جرن الشطه، ده هذا لاعب يبنى عليه الخطط التكتيكيه. طب يا عبده ما انت فين؟ اني واحد يعرف ان يكون خد تليفونه او هو ساكن فين يا استاذ حامد؟ ابدا. انا بعمل الوصف كده، قال لي قصير كده وشعره كبير لكن جمباز، لعيب جمباز وكروباته. فانا رايح، الله يرحمه، بكتب الاستاذ محمد شتا في القصر العيني تحتيه محل عصير قصر، وانا داخل لقيت واحد بنفس المواصفات وبيتكلم، اقول له مش عارف ايه عصير واحد عصير. قلت له تعالى انت شطه جرن الشطه؟ قال لي هتعرفني. زي ما بقول لك كده، قلت له يا راجل ده الدنيا مقلوبه عليك، انت في النادي الاهلي؟ قال لي لا يا اخي، ما انا كنت في النادي. قلت له لا اطلع من محل العصير على النادي الاهلي دلوقتي. وبدا مشواره مع النادي الاهلي، وبصدفه ويعني كان سببه ايضا امين زكي اللي اصر، قال له يا كمال بيه ما حدش يفرط في لعيب زي ده. وفعلا هيدوكوتي دخل التكتيك الدفاعي بتاع خط الوسط، وعمل هذا الدور اللي استلمه منه مجدي عبد الغني، وتوالت الامور بعد كده في الهاف المدافع المهاجم. فشطه مرحب بيك، وعلاقتك بالنادي الاهلي هنقعد نحكيها، بس الاول بعد ما ادي زميلي بقى فرصه انه يتحاور مع القامات اللي موجوده معانا النهارده. طيب كابتن شطه، يعني انت القلب المصري السوداني
استاذ حامد عز الدين الرؤيه الاهلاويه العميقه وشطاه وشطاه. ايه اللي خلاك فعلا الاسبوع اللي فات تفاجئنا في المجله بمقاله وقرن شطاه؟ احكيها لنا. هو نفسه كان مستغرب. فانا قلت له انا بفكر من الذي يمكن ان نستدعيه للنجده في ظل الاجواء التي تسخن يوما بعد يوم، فلم اجد الا شطه. فتذكرت تلك السيده التي كانت يعني تتعرض لمشاكل، فقالت ومعتصمه، اذا فالعنوان هو وقرن شطاه. فقرن شطاه انا وجدت انه همزه الوصل المكلف طيبة. المكلف حاليا بان يعني يضع كل النقاط فوق كل الحروف فيما يتعلق اولا بالعلاقه اللي هي دي الاساس اللي احنا بنتكلم فيه، العلاقه القويه جدا بين الشعبين المصري والسوداني، التي ارى انه لا شيء يمكن ان يؤثر فيها سلبا على وجه الاطلاق، فما بالنا لو كانت مجرد مباراه كره قدم. هي فيها منافسه، لكنها في النهايه هي منافسه رياضيه، وكلمه رياضيه يعني اخلاقيه. وان كانت قد حدثت في استاد الجوهره بعض الامور اللي اثرت زعل، لا 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 مش لا هنخليها غضب، تسبقها وتلحقها. الامور دي اللي حدث في استاد الجوهره مفتعل، وسببه هذا التوتر غير مفهوم اللي هنفهمه، بس مش ضروري قبل هذه المباراه. لكن اعدكم ان احنا نبحث في هذه الجذور عشان كل واحد بقى الحقيقه يشيل شيلته، واي مسؤول غير مسؤول تسبب في هذا الامر يجب ان احنا نتنبه اليه ونحذر منه. يا استاذ حامد، لكن انت فكرتني بحاجه في العلاقه بين الهلال والنادي الاهلي، ان انا كنت في النادي الاهلي يمكن من 20 سنه تقريبا او اكتر، وفي اوضه مدير عام النادي، ولقيت بعثه من الهلال السوداني برئيس الاتحاد، انا اسف ان الاسماء، كان اسمه صلاح حاجه يعني، صلاح ادريس، ايوه، يعني له مني كل الاحترام والتقدير، هي الذاكره بس. وابتدى يتكلم انه عايزنا نرشح له مدرب مصري من النادي الاهلي، وانا اتذكر وقتها ان انا رشحت له الكابتن مصطفى يونس، وجاء الكابتن مصطفى يونس كلمته له، وفعلا راح وكسب الدوري مع نادي الهلال هناك. فالعلاقه والثقه اللي مره واحده بلا مناسبه فيها بعض التوتر بفعل فاعل قله، انما يعني مش هنتوقف امامها، لان عايزين نتكلم كوره ونتكلم يعني انت قلت اهو يا كابتن شطه ان اللي جابك بناء على توصيات من اعلامي كبير في السودان ولاعب فاز امين زكي لعب للنادي الاهلي، وقال لك اطمئن عليك في النادي الاهلي، وجئت الى تدرس فوقعت في غرام مصر وهو النادي الاهلي، واصبحت الحقيقه موجود معانا، ولا نتذكر انت مصري او سوداني، وانت لا تتذكر اين انت الا انك في بلدك هنا وبلدك هناك. يعني انت شايف ان دي سحابه هتعبر ولا عايزه معالجه حقيقيه من ناس مسؤوله؟ والله يا سحابه، لانها كره القدم بتنتهي بعد نهايه المباراه، وبعد كده الامور يعني بتعود الى اجواءها الطبيعيه مع الوقت. الحقيقه يعني انا متفائل جدا ان المباراه هتكون في الملعب، والمشكله الكبيره اللي موجوده خارج الملعب والجماهير التعصب ده نتيجه طبعا انفعالات موجوده، ونتيجه برضو شحن موجود ليس له مبرر، لكن في مبررات موجوده يعني ان شاء الله برضو مع الوقت هنقدر نعرف سببها ايه، لانه برضو الاستاذ حامد عز الدين قال لي في بعض الحاجات اللي هي يعني ما كنتش اتوقعها. انتوا كنتوا قاعدين ترغوا مع بعض برضه. كلمنا وعرفنا بعض الخيوط اللي موجوده في الموضوع ده، لكن كلها حاجات بتتم عن طريق بعض الاشخاص. بعض الاشخاص مفتعل، بعض الاشخاص القلائل يعني، والاشخاص القلائل دول هكذا تبدا الامور، امور الفتنه دائما، وهتجد وراها ومعظمها نفس الاشخاص، يخش عليهم حد جديد، يستدرك حد جديد،
لكن الخيوط الرئيسيه اللي بوظ بين الاهلي وبعض المحافظات دلوقتي بيحاول يسمم العلاقات بينه وبين اشقائه في افريقيا لكن وبعض الدول العربيه. يعني انا بقول انه المباراه دي ان شاء الله مهما كانت النتيجه، لكن في اولا واخيرا المباراه هتخلص كما خلصت مئات المباريات قبل كده، والنادي الاهلي يعني طبعا هيبذل اقصى مجهود، ونادي الهلال هيبذل اقصى مجهود، ودي هي كره القدم لانها هي فير بلاي. من خلال هذا الموضوع انا حقيقه الاستاذ حامد تطرقنا لموضوع كيفيه انه نخلق للمباراه دي جو اسري، لانه السودانيين عايشين داخل مصر مصيره. عايشين باكلين شاربين داخل مصر مع بعض، في مصريين هناك عايشين، وفي مصريين عايشين، والدنيا يعني لا تحتمل انه يكون في اي اشتعال او احتقار. صحيح. لكن انا حقيقه من هذه المنصه والبرنامج بتاع حقيقه بتاع حضرتك يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، انه بندعو الى ان يكون هناك نوع من يعني الهدوء الشديد جدا، خصوصا يعني الجماهير الان الاستاد اتفتح ل 50,000، وممكن يكون في اكثر من 5,000 او 10,000 سوداني يكونوا موجودين طبقا للاتحاد الافريقي طلب انه يدوا الحقيقه الجماهير. هو 2500 تذكره، 2500 تذكره، لكن ربما يكون بعضهم خد برضه تذاكر. طب هنشوف ده بالتاكيد، لكن هنروح لملعب التتش والزميل فاروق صلاح عشان يطمنا على التمرين المكتمله لفريق النادي الاهلي النهارده بعد وصول الدوليين. فاروق مساء الخير عليك، اتفضل. برحب بيك طبعا يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالبشمهندس عادل اللقيعي، وبرحب باستاذنا الكبير الاستاذ حامد عز الدين، والقيمه والقامه وكابتننا الكبير طبعا الكابتن شطه، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. التمرين النهارده ايه الاخبار اللي فيها فاروق؟ يعني خلينا اطمنك يا استاذ ابراهيم، يعني في هذه الاثناء تدريب النادي الاهلي بيجرى على ملعب مختار التتش. الحاله اللي احنا شايفين عليها اللاعب النادي الاهلي، الجميع بينتظر طبعا يوم السبت القادم ومواجهه الهلال، حاله الشغف والنشوه اللي موجوده عند كل فرد داخل فرع النادي الاهلي هنا في الجزيره قبل ما تدخل لملعب مختار التتش. يعني الجماهير او اعضاء النادي الاهلي الجميع بيتلهف بينتظر هذه المباراه كانك بتستقبل هلال العيد. يعني برضو خلينا ناكد برضو على كلام كابتننا الكبير الكابتن شطه على عمق العلاقه اللي طبعا ما بين مصر والسودان، ويعني ده الامر 90 دقيقه بتنتهي، ولكن اللي بيبقى طبعا اواصر العلاقه الممتده طبعا الى على مدار السنين. لكن خلينا نتكلم بالتحديد على يعني مستطيل الاخضر في ملعب مختار التتش النهارده. طبعا بيكتمل صفوف النادي الاهلي في التدريب طبعا مجموعه اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب المصري المنتخب الاول، النهارده بينضم طبعا محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي، كل اللعيبه طبعا اللي كانت موجوده مع منتخب مصر في مواجهه ملاوي الاخيره. ايضا النهارده بينضم للتدريب لاول مره طبعا علي معلول بعد عودته ومشاركته مع منتخب تونس. اليو ديانج اللي كان يعني اكتفى بالجانب الاستشفائي بالامس واليوم بيشارك في التدريبات الجماعيه، تبقى فقط بيرسي تاو طبعا اللي كان وصوله بالامس، ولكن يعني طبقا للبرنامج الطبي الموضوع من الدكتور احمد ابو عابله والتاهيلي، النهارده بيرسي تاو شارك في جزء من يعني الجانب الاستشفائي واكتفى بالجري حوالين الملعب، لكن غدا باذن الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. بطمنك ايضا على حسين الشحات اللي النهارده بيشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي طبعا بعد حاله الوفاه، يعني اللي بنتقدم بخالص العزاء لحسين الشحات في وفاه يعني والده، طبعا النهارده بيشارك لاول مره، لكن يعني حاله التاثر والحزن اللي شفناها على حسين الشحات، لكن دور لاعب النادي الاهلي اللي التفوا حوالين حسين النهارده واستقبلوه ورفعوا من روحه المعنويه، واصبح واحد من العناصر المهمه جدا طبعا اللي موجوده معنا في هذه المباراه. عايز اطمنك ايضا يا استاذ ابراهيم على محمود متولي، النهارده بيشارك في جزء اخير من البرنامج التاهيلي، وباكد لك جاهزيه طبعا محمود متولي للمشاركه في المباريات مع النادي الاهلي عقب مباراه الهلال السوداني. تقدر تقول النادي الاهلي باذن الله مكتمل الصفوف في مواجهه الهلال السوداني اللي احنا لامسينه قبل انطلاق المران، حاله من الحماس الشديد جدا عند اللاعبين، الجميع بيتلهف لهذه المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر كان عقد محاضره مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران، اتكلم فيها طبعا على اهميه المباراه وانها مباراه من اهم واضحه تمام الصوره واضحه تمام، واحنا بنشكرك على هذه الايضاحات المهمه جدا في تطمين الجماهير على اكتمال الصفوف بعوده الدوليين ووصول المحترفين في الخارج. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح من ملعب الاهلي. اعتقد الاجواء كلها مطمئنه تماما، لكن
كابتن شطة كان بيشير إلى الأهمية بتاعت المباراة. أستاذ حامد، النقطة المهمة جدا، لأول مرة تقريبا من أكثر من 10 سنين الجهات الأمنية توافق على 50,000 في الاستاد. الأهلي بيرجع يلعب لاستاد القاهرة، يرجع يلعب قدام تقريبا ساعة كاملة. كنت لسه بقول للمهندس عادلي وحشنا أخبار حركة النقل العام في نقل الجمهور. أيوه يعني احنا بنتكلم على فين خدمة الاستاد؟ لا الحقيقة أنا متابع طبعا الموضوع لحظة بلحظة، وفي تفاصيل كاملة لكيف سيقوم النقل، يعني هيئة النقل العام القاهرة بترتيب هذه الأمور. واضح إنه الأمور هتبقى سهلة جدا ويسيرة. أيوة فعلا هي دي خدمات النقل العام بتفاصيلها، وإن شاء الله تدخل الجماهير، لأنه طبعا دي هتبقى سهرة رمضانية مباركة بإذن الله. هو بس أنا عايزك تلمس نقطتين، ماذا يعني أو تعني هذه الموافقة اللي كلنا الحقيقة كنا نتمناها، لكن برضو فيها عنصر مفاجأة أنها تقبل، وما هو المطلوب للحفاظ عليها؟ هو الحقيقة أنا أزعم أنني كنت صاحب مبادرة الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأنه يعني الاستاد كان فيه 67,000 في مناسبة. قبل كده احنا كان في 100,000 في بطولة افريقيا وهكذا. فطلبت وكنت متواضعا في طلبي انه السماح 25,000. بعدها خاطب النادي الاهلي وزارة الداخلية رسميا، فكان الرد الذي اثلج صدري كمصري وكأهلوي. كمصري اولا لانه انا ارى انه مصر بخير، الامن والامان في مصر، يعني تقدر مش بس تأمن 50,000، لا تقدر تأمن 500,000 واكثر. يعني انت مأمن مصر كلها، مصر الكبيرة دي مؤمنة الحمد لله، واهلها يستمتعون بامن وامان كامل. إذن هي رسالة. نعم هي دي الرسالة، هي دي الرسالة. وأنا لا أرى سبب يدعونا إلى أنه ما نفتحش الاستاد في جميع المباريات ويبقى هذا المشهد العظيم، خصوصا أنه في دول فيها حروب، في دول فيها حروب والملعب فيها بيبقى كامل. في سوريا، في العراق عندما استضافت كأس الخليج، وكان مشهد عظيم جدا لعودة الحياة في عراق الحضارة، يعني الحقيقة وفي كل مكان. يعني انا قصدي واحنا عندنا اعتقد هي ايضا ثقة ورهاب على طبيعة المواطن المصري والمشجع المصري وتحمله للمسؤولية. طبعا وانا ثقتي يعني اكبر من الخيال في فهم الجماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير الكرة الأهلوية على وجه الخصوص لقيمة العودة مرة أخرى إلى مدرجات استاد القاهرة، لأنه الأهلي لعب لسنوات بدون سلاحه الرئيسي وهو الدعم الجماهيري الذي يستحقه. ولأن الأهلي مدرك تماما قيمة هذا السلاح الرئيسي وقيمة أهمية وجود اللاعب المهم في ظهره في مباراة السبت إن شاء الله، إدارة الإعلام في النادي برئاسة الزميل جمال جبر أعدت هذا التقرير لرمز النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب مخاطبا جماهير الأهلي في هذه اللحظات. فرصتنا في إيدينا، أعتقد كلمة مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي اللي النادي الأهلي محتاجها الفترة الجاية لأهمية هذه المباراة. أنا الحقيقة المقال الأخير الذي صدر اليوم أنا بقول فيه إنه في النهاية وحدة وادي النيل بالنسبة للجميع أهم، لأنها بتتعلق بمستقبل شعوب. لكني أقول إن المباراة هي في الآخر مباراة في كرة القدم.
أي مباراة في كرة القدم ليها نتيجة من ثلاثة. أيا ما كانت النتيجة ستبقى المحبة بين الشعبين المصري والسوداني وبين جماهير الأهلي وجماهير الهلال أيا ما كان الذين يحاولون الدس والوقيعة ويقدمون الأموال لإرضاء هذا أو إرضاء ذاك، ستبقى العلاقة قوية جدا لأنها علاقة بين القلوب. وأنا أتحدث عن شعب أعرفه جيدا، كنت بكلم الكابتن جرن شطة عن معرفتي بالسودان، وده أيضا ذكرته في المقال اليوم، إنه أنا تعرفت على السودان من خلال مجموعة من الصحفيين الكبار عندما كنت مديرا لتحرير جريدة الشرق القطرية، وذلك كانت في نهاية يعني سنة 88-89. كان معي رئيس الديسك الخارجي كان اسمه الأستاذ صديق محيسي وليس محيسن كما ظن الكابتن جرن شطة، وكان الأستاذ حسن أبو عرفات وده كان رئيس القسم الاقتصادي، وكان الأستاذ يحيى العوض وده كان رئيس قسم الدراسات. مجموعة من المثقفين الكبار عايشتهم لسنوات ثلاث، ووجدت مثقفين جدا محبين لمصر جدا جدا. الشعور ده تأكد فيما بعد عندما تعاملت مع مزيد من الإخوة السودانيين، سواء عندما كنت في جريدة السياسة الكويتية أو الذين كانوا مسؤولين عن جرائد حتى منافسة وإحنا في قطر، إلى أن أصبحت مسؤولا عن مشروع استثمار زراعي صناعي في النيل الأبيض في ولاية النيل الأبيض في السودان، وتعاملت مع كافة المستويات بما فيها رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك الذي أظن أنه في طريق العودة، تعاملت مع كل الناس وشعرت بالحب الشديد والألفة وعدم التكلف في التعامل مع مهمة دي المصريين بالفطرة كده بالطبيعة، هي كده يعني هم لا يجدون فارقا. ولقيت ده نفسي وانا بمشي في المعادي فاشوف السودانيين بملابسهم الفضفاضة البيضاء والعمة بتاعتهم ماشيين في الشارع، محدش ايه بيعتقد ان ده شيء عجيب، لان هم خدوا على ده ان ده مكانهم وهم في الحي العاشر في مدينة نصر. هؤلاء يعني ولاد مصر، احنا ما عندناش ما فيش تأشيرة دخول للسودانيين، وانا كنت بدخل السودان بدون تأشيرة دخول لانه مصر والسودان حتة واحد، مصر والسودان حتة واحد، هذه حقيقة. البعض يحاول ان يدس ويحط شوية دبابيس في السكة. تفتكر ان ده جزء له علاقة بما هو خارج نطاق كرة القدم والرياضة؟ يعني هذا جزء قد يعني ينحى بمناحي أخرى؟ هي مسائل شخصانية لدى البعض من هؤلاء المرضى النفسيين الذين ليسوا مصريين ولا سودانيين. الجحيم هو الآخرون. إذن يا جرن خلاص خلينا شطة بقى بلا يعني ما هو عمال يقول لنا جرن وعشان بيقول لي بالسوداني بس ده هو لما امين زكي بيقول لك يا بلبي انت ما خدتش بالك ان اسمه جرن الشطة لانه فلفل في الملعب اللي كان لطيف يقول لك شطة نزل الماتش حمي لو فاكر. انا عايز بس اتفضل انا بس كنت عايز اقول حاجه بسيطه. انا طبعا يعني في هجوم عليا في الـ في الـ في الـ في السودان في السودان في الميديا بالذات في السوشيال ميديا من البعض، يعني انا بقول يعني عشان ازاي تشجع الاهلي؟ يعني حاجه غريبه جدا، انا جيت 73 والنهارده 2013 بقى لي 50 سنه لعبت للنادي 2023 احنا 2023 مش 2013 2023 لعبت للنادي الاهلي 10 سنين دربت في النادي الاهلي 20 سنه وقعدت في النادي الاهلي في الاداره الهندسيه لما انت كنت موجود مدير عام نادي مع هشام سعيد البشمهندس هشام سعيد
فانا في النادي الاهلي 50 سنه ما تركتوش لحد هذه اللحظه. بص ابداعاتك بقى لما انا اجي اشجع الاهلي. أيوه. ما تبقاش ما تبقاش بقى يعني دي حاجه يعني غريبه اقول لك انت كده يا سيدي. ده 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 في المصري ده جول في المصري ده خطفتها من قدام مصطفى عبده. مصطفى عبده جاي نفسه عشان يشوط. بص فطبعا الحقيقه انا بقول يا كابتن عدلي ان انا يعني الاهلي لو لعب مثلا مع كانون ياوندي هشجع الهلال. قصدي الهلال لو لعب مع كانون ياوندي هشجع الهلال. المريخ الهلال ضد اي حد غير الاهلي هتشجعه. هو المريخ برضه كمان هشجعه. انت هتشجع الاهلي ضد ولادك. لكن منتخب السودان بشجعه حتى لو ضد المنتخب المصري او السوداني او الليبي. ليه؟ لانه انا بنتمي للسودان كمنتخب طبعا. لكن كانديه يا جماعه زي ما المريخاب بيشجعوا المريخ والهلال بيشجعوا الهلال والاهلي بيشجع الاهلي. فاتمنى يعني تنحسر هذه الهجمه الغير مبرره ان انا راجل ما بنتميش للسودان. لا ده انتماء كلابس انديه مش منتخبات. فبالتالي يعني اتمنى يعني مهم انك وضحت دي. لكن الاكثر منها يعني انا عايز اتوقف ان انت وانت عايش في مصر انت بقيت شايف نفسك انك عايش يعني وكانك تعيش في حي من احياء الخرطوم. يعني بالزبط. يعني انت ما فيش اي غرابه انك تندمج مع الشعب المصري. حبوك وحبيتهم وارتبطت بيهم ثقافيا وحتى في البيزنس والمصالح واسرتك عايشه هنا على طول. فمنطقي انك انت ترتبط بالنادي الاهلي. يعني يا جماعه يعني انا بقول انه انا حقيقه النادي الاهلي ده ما تركتوش يوم واحد. انا جاي من النادي الاهلي على هنا على طول. يعني انا الله يرحمه السر جدور. السر جدور بنفتقده في اللحظه دي والله. انا جيت انا وشطه في طياره واحده سنه 73 كان ماسك ركن السودان من القاهره لو تفتكر. السر جدور ده مثلا كان اهلاوي ايه فظيع ما شاء الله عليه. وكان رمانه ميزان يعرف يهدي الاجواء اللي من النوع ده. يعني هو لو كان موجود انا ما كنتش قلت وا شطاه. كنت هقول وا قدوراه. طبعا زميلك كان نفسي في المجال. لا بس السر جدور عليه رحمه الله. يعني الله يرحمه ويحسن. كان بيمتعنا بكتاباته. لا كان كمان صحفي قدير وكان راجل شاعر وكان راجل الحقيقه بيعمل برنامج في السودان عن الاغاني السودانيه القديمه منذ العشرينات وعنده ثقافه عاليه جدا في كل خفه ظل. اول ما بدا يكتب معانا في المجله بعت المقاله بدون صوره. فبعت له يا استاذ ابعت لنا صوره شخصيه. قال لي ليه؟ قلت له عشان نحطها مع المقاله. يا اخي انت عايز توزع ولا مش عايز توزع؟ صورتي انا احط فاتح الحمامه. لا انا عايز كمان اشير الى علاقه كانت شديده الخصوصيه ومحبه خاصه بين الكابتن عبد المجيد نعمان الله عليه رحمه الله وبين السودان بأكمله كاملا. صحيح. لأنه مكتبه ما كانش يعني يخلو من سودانيين زائرين له على طول. كان هو كان عامله في فترة عندما تدخل البعض عشان هو أهلاوي وبعده عن الصحافة وده سكرتير عام محافظة أسوان أثناء بناء السد. فكان تصور كان بيستقبل هناك كلبي لأنه إعلامي أهلاوي. بقول لك كان بيبقى في استقبال كل المثقفين السودانيين اللي جايين على الحدود على اساس يستضيفهم في اسوان. وكان يحكي لي كثيرا عن هذه القصص. وفي نقطه تانية مهمه جدا في تلك الفتره انا كنت مسؤول عن مجله الاهلي كمدير للتحرير. فكنت اتابع التوزيع بتاع مجله الاهلي في العالم العربي. لانه كان في ساعتها القوميه للتوزيع اللي توقفت عن هذه القصه الان بعد ما سيطرت الاعلام الالكتروني. كان السودان اكبر دوله عربيه قارئه لمجله الاهلي. وكان الكابتن عبد المجيد نعمان يقول لي يعني ان اماكن توزيع الصحف ما هيش يسيره زي القاهره فبيجوا من مناطق بعيده لأن طبعا السودان شاسعة. فبيجوا من مناطق بعيدة ويروحوا مشي عشان يلاقوا الجريدة دي سواء في محطة قطر سواء في محطة أتوبيسات ويوصل التوزيع لهذا الرقم اللي كان فيه اللي كان مخليهم الأول في التوزيع العربي. فده عشق للأهلي. وكنت أتلقى بريد القراء وكان من بينه أعداد كبيرة جدا من
السودانيين الأهلوية اللي بيتابعوا الأهلي جدا، ربما كانوا بيتابعوه عشان عارفين ان فيه جرن شطة. هم هناك كذا مرة اروح السودان لما يسألك ويعرف انك مصري ما يسألكش الا على جرن شطة، يقول لك شفته وانت جاي انت عندكم جرن شطة. السفير المعتمد. ايوه جرن شطة. هو في ربط تاريخي بين الأهلي والهلال والزمالك والمريخ؟ يعني التصنيفة دي موجودة في السودان ولا دي هنا بس؟ احكيها لك كده باختصار شديد جدا. انت عارف سليمان فارس سنه 54 ايوه الامير عبد الله فيصل جابه من جده للنادي الاهلي. ايوه وسليمان فارس طبعا كان نكبر جدا كبير جدا، كان من اعظم اللاعب هزيل في هذا المركز عبر التاريخ وكان يعني. في الهلال وكان يعني لما اعتزل درب الهلال والتحرير النادي بتاعي ودرب كل الانديه هي في السودان. سليمان فارس ده من الخمسينات بقى استقطب يعني سورين اسكندريان وكوركين اسكندريان الصحفيين الرياضيين في ذلك الوقت، وكانوا بيجوا من السودان لمصر عشان يتفرجوا على سليمان فارس في الخمسينات. فبالتالي ارتبطت برضو كمان الهلال لان سورين اسكندريان كان برضو عضو في مجلس نادي الهلال، وكوركين ده اخوه الكبير برضو كانوا الاثنين حقيقه يعني ارمن موجودين في السودان واتولدوا هناك. فدي خلت الهلال ارتبط بالاهلي في تلك الفتره يعني الخمسينات دي الفتره الاولى. بعد كده بقى ايه جينا بقى استكملنا الموضوع ابراهيم كبير امين زكي جه بعد كده اسامه يوسف. اسامه يوسف طبعا كان مريخ بس اسامه يوسف عموما جه لعب معانا هنا كان من السودان يعني من السودان. انا قصدي انت بتقول بالهلالي اللي لعب الهلالاب بيسموه الهلالاب عندنا نقول هلالاب ومريخاب هنا اهلي واهلاويه وزملكاويه ترمينولوجي وبعد كده طبعا يعني في لاعبين طبعا عمر النور وسمير محمد علي لما جم في الستينات. خلي بالك دي الفتره الزمالك فيها قوي. الاهلي كان وقتها بتاعد من 64 ل 69 70 الفتره دي الزمالك شويه فيه يعني عمر النور كان في مجموعه في الترسانه بعد الخير وحمدت وادم والناس دي كانوا سودانيين بس دول جم بدري شويه جم في الاربعينات واوائل الخمسينات. بعد كده طبعا اللي جيت انا بعد كده وجي مصطفى النجر لو فاكره أيوه. وجي بعد كده عماد خوجلي كل الناس دي كلها عماد راح في عماد راح السعوديه اهلي جده مع امين دابو ومصطفى النجر راح للنصر. فيعني انا بقول الفتره دي هي اللي خلت الاهلي مع الهلال والزمالك مع المريخ سمير محمد علي وعمر النور الحقيقه ونوح ادم. خلي بالك على المجموعه الكبيره اللي اتلعبت في انما الان يبدو كان حصل تبديل. سويتش لكن ده على مستوى المسؤولين، لكن اعتقد على مستوى القاعده الجماهيريه ربما يكون المساله متجذره. يعني اللي انا عايز اقوله انا مش من الناس اللي بيفرحوا قوي بالمتاجره ان فلان اهلاوي والفنان مش عارف مين زملكاوي والفنان مين اهلاوي، لان الحقيقه الكيانات الكبيره يعني هي بتبقى موجوده وينتمي اليها المشجعون من النموذج اللي بيحبوه، اللي بيحب النموذج مش عارف 1 2 3 بيروح للاهلي، اللي بيحب النموذج المخالف بيروح لغيره. لكن انا كل اللي يعنيني ان في الاخر ان المساله طول عمرها زمان وينبغي انها تكون دلوقتي على نفس النسق كانت كره قدم ولا شيء غير كره القدم، وان المسؤولين تملي كانوا بيبعدوا شويه عن حته انهم هم اللي بيوقدوا شراره الموضوع. نتمنى ان تعود الامور دي. ترى انه هذا ممكن؟ يعني انا بالنسبه لي الامور الان هي النادي الاهلي استقبل بعثة النادي الهلال استقبال قوي جدا منطقي. راحوا المنطقه راحوا المطار واستقبلوهم، وهي يعني ما فيش اي حاجه تدعو للقلق. وكانوا طبعا يعني بعض الصحفيين وقدموا شكوى عن طريق طبعا مجلس اداره نادي الهلال للاتحاد الافريقي الصوره اتنقلت لهم من هنا غلط الصوره اتنقلت غلط لانه في ناس طبعا بيقول لك بيشوشروا وعايزين يعملوا لكن الان وضحت الرؤيه وكل حاجه متيسره وكل طبعا يعني نادي الهلال قاعد وسط اهله. وبعدين في طبعا السفاره السودانيه مع المسؤولين في النادي الاهلي مع كل حاجه متيسره جدا اليوم ما فيش اي مشاكل باذن الله ويعدي الامر على هذا النحو مهما كان فيه من كثافة جماهيرية هنا أو هناك، إن في الآخر الأمور تمشي بالشكل اللي نتمناه لصالح الكرة المصرية ولصالح الكرة السودانية. مين يعني يبقى مبسوط من عقوبات بتفرض على ملعب الهلال بهذا المنظر بأن مدة طويلة؟ وانت من زمان كنت وردتنا خطاب بيقول إن في أسباب لدى الكاف ملهاش علاقه بالنادي الاهلي. طبعا ده حاجه مضحكه ان يزج باسم النادي الاهلي في الامر، لان لا الاهلي لا اشتكى ولا عمل اي حاجه
هو بيقول لك الاهلي هو الطفل المدلل للاتحاد الافريقي برغم انه الاهلي ظلم لما لعب نهائي بطوله افريقيا في المغرب يعني لو انت مدلل كان ممكن تنقلها في مكان اخر. ولكن انا بقول الحقيقه المقاله دي بتوري انه لازم النادي الهلال كنادي كبير من اكبر الانديه في السودان اذا ما كانش يعني يعتبر الاكثر شعبيه لازم يوفر ملعب باضاءه كافيه بدخول جماهير عشان في اسباب يعني في اسباب أسباب في اسباب مش عايزين نخوض فيها تخص النادي الهلال هو قادر على انه باذن الله يتجاوز هذا الامر ويحل المشكله دي. ولكن كل اللي يعنينا ان الاهلي لا شان له بهذا الامر. وعمليه الزج بالنادي الاهلي انا شايف بعض الاقلام هنا حتى في السوشيال ميديا يا استاذ ابراهيم. طيب يعني استاذ حامد يعني الجمهور عدد كبير حاضر وطبعا في ضوابط. نعم. واحنا انتوا اصوات اهلاويه بتصل للجمهور بشكل مباشر. ايه المطلوب من الجمهور في هذا الحضور الكبير في مباراه مهمه في توقيت كمان اكثر اهميه؟ ان يضع الجمهور في اعتباره انه لا احد من بين لاعبي الفريقين ولا حتى المسؤولين ولا الاجهزه الفنيه ابدا يهم سوى ان يقدم مباراه كره القدم تليق باسم الاهلي والهلال اللذين شاركا من قبل في المباراه النهائيه، وكانت مباراه لعب فيها الكابتن الخطيب ربع ساعه 87 كانت اخر ما لعب اخر ماتش ليها وكانت مباراه قويه جدا وانتهت 2-1. يفهموا انه اي حد بيحاول ان يثير اي خيوط للفتنه هو يبحث عن مصلحه شخصيه لا علاقه كده للجماهير بها. يعني هو مصلحه النادي الاهلي ايه؟ فيبقى لا نعطي الفرصه لاحد ابدا ان يضر الاهلي اذا كنت بتحب الاهلي اذا كنت بتحب الاهلي ما تضروش ايا كانت النتائج. ما هي ليه؟ لان احنا بندور على مستقبل مش اللحظه دي. باذن الله الاهلي يحقق اهدافه، باذن الله يكون الجمهور هو العنصر الذي المحفز الذي يطلق الطاقات الايجابيه لدى اللاعبين ويديها الثقه بدون ان يوترهم ايضا، لان ما انت ممكن تستعجلني وتقعد تضغط عليك. لا انا اللي اخشاه بس انه ايه يندس البعض فيخرج لوحة من هنا يقول هتافا من هناك الجمهور يتصدى له بقى الرد عليه. لا الجمهور يتصدى لا خالص، الاستقبال كل شيء بهدوء وترك النتيجة للملعب. شجع فريقك كما تشاء دون أبدا أي خطأ في الفريق المنافس أو جمهور الفريق المنافس، لأنه هذا المنافس اسمه الهلال السوداني والأهلي المصري، والسودان ومصر واحد. ده دي وحدة وادي النيل. أنا اليوم نشرت على صفحتي بيان من المثقفين في مصر بيقول إنها مجرد مباراة في كرة القدم وتبقى وحدة وادي النيل، وموقع عليه وكل لحظة بيزيد عدد الموقعين عليه من مثقفين وصحفيين ورياضيين وإعلاميين ويعني من كل الطوائف في مصر. الكل حريص أولا على مصر والسودان. طبعا الكيان الكبير ده اللي هو بينه ونيل كلنا بنشرب منه. صحيح. لكن إنه البعض وأنا مش عايز أقول أكتر من كده يحاول أن يدس أنفه الخبيثة لإشعال فتنة هنا أو هنا، أنا أظن أنه الجماهير هتكون مشغولة في طعام الإفطار، خصوصا أن أنا عرفت أنه في مبادرات كتيرة وفي كنافة وقطايف هتبقى موجودة في المدرجات، فهينشغلوا ثم يبدأ نزول الفريقين فندخل في المباراة، ولن ينجح أحد في أن يعكر أو يسمم صفو العلاقة القوية جدا التاريخية. طب نتكلم مباراة بقى، نتكلم كورة بقى. انت قلت اي مباراة في كرة القدم ليها ثلاث نتائج الا دي ليها اربع نتائج. اقول لك ازاي؟ نعم. انك قد تفوز ولا تحقق الهدف لا قدر الله. انت بتقول فوز، هزيمة، تعادل. نعم. او فوز لا يحقق الهدف. ما هو الفوز الذي لا يحقق الهدف يا كابتن الشطة؟ لو الاهلي كسب 2-1 لو كسبت 1-0
تصعد تصعد. اذا دخل فيك اي جون محتاج فرق جولين تكسب 3-1 4-2 5-3 لازم فرق جولين، لكن 1-0 يدخلك. اذا هناك نتيجه رابعه لا نتمناها، ان تحقق الفوز ولا تحقق الهدف الاستراتيجي. هدف الاستراتيجي التاهل، كنا نتمنى ان يتاهل الناديين، لكن ليتنا نستطيع. هذا هو، هذه امنية المستحيل كان لكن في البداية. انا اريد لكن ان اقول شيئا اخر بقى تعليقا على هذا الموضوع. انا من هؤلاء الذين يقتنعون تمام الاقتناع ان الفوز في كرة القدم يدخل في نطاق الرزق، والرزق من الله، وبالتالي بشرط السعي نعم أنت تسعى بالأسباب التي تملكها، والتوفيق من عند الله، المشيئة هذه إرادة. أنا أريد أن أفوز، هذه إرادة لمخلوق، أهم ما فيها إنفاذها، وإنفاذ الإرادة هو المعنى في اللغوي لمشيئة، والمشيئة الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يشاء الله رب العالمين، أن يشاء الله. وقال ولا تقولن لشيء فاعل ذلك إني غدا، فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالفوز مشيئة، وعكسها أيضا مشيئة الله، فنحن راضون بمشيئة الله، وعلينا أن نسعى، علينا أن نسعى، لكن من علينا أن نسعى، وعلينا أن نطلع لفاصل الآن، وبعد الفاصل نتواصل مع كابتن شطة والأستاذ حامد عزيز. ماشي، كل ما أجي أسأل شطة حسب الهدف. رجعنا لكم تاني، وكنت عايز بس أسأل زميلي وعزيزي إبراهيم المنيسي، لأن أنا جالي شعور متفائل كده من الرسالة التي وجهها الكابتن الخطيب في النيريشن الصغير اللي اتعمل ده، وكأنها رسالة طمأنا على صحته يا استاذ ابراهيم. صحيح، طمنا على صحه الكابتن. صحيح، الكابتن الخطيب الحمد لله صحته بتتحسن يوم بعد اخر. القصه كلها كانت باديه من كاس العالم للانديه واحنا في المغرب، لو تذكر يا باشمهندس، كان الكابتن الخطيب تعرض لوعكه صحيه سبب بعد كده ان هي كانت فيروس كورونا، خضع للعزل وللعلاج لفتره بعد ما شفي، والحمد لله. يمكن ضغط العمل واضطراره للسفر لأسوان ثم في أكثر من جولة، ومع ظروف النادي والضغوط الكتيرة، بدأ يشكو برضو من التهاب رئوي. من 4-5 أيام تعرض لدور برد شديد جدا، الدكاترة شافوا ان ده التهاب رئوي ربما من تبعات فيروس كورونا اللي كان أصيب بيه في المغرب الشهر الماضي. هو فضل يكح من يومين لحد دلوقتي، ففضلت الآثار موجودة الحقيقة، وهو في البيت خاضع للعلاج بشكل مكثف. نصحوا الاطباء بالافطار، فطر يوم بس اول امبارح، لكن امبارح والنهارده صمم ان هو يصوم، وبيتبع كورس العلاج بشكل منتظم جدا. حالته الحمد لله في تحسن مستمر، لكن اعتقد يا باشمهندس على ذكر الاهلي والهلال، كابتن خطيب كان له موقف لما تراس البعثه اللي فاتت يا كابتن شطه، وحصل اللي حصل في السودان، وهو رفض تماما ان يشكو الهلال، وقال ان احنا كانوا واعدين ان هم هيبقى في تكريم للخطيب، تم تكريمه، واعتقد نجوم الكره القديمه ده في الموسم الماضي فانحاز تماما الى العلاقه مع الهلال والعلاقه مع السودان عموما. اللي الناس يمكن الاجيال الجديده في الكره ما تذكرش انه اخر مباراه يلعبها الكابتن الخطيب واخر فريق يلعب ضده الكابتن محمود الخطيب كان الهلال السوداني، وكان الهلال هو من شارك في تكريم الكابتن محمود الخطيب واعتزال الكرة في 18-12-87، آخر ما لمس فيه محمود الخطيب الكرة أمام نادي الهلال. لقطات كانت مهمة جدا، هنفكر حضراتكم بجانب منها، ثم نتحدث عن علاقة نجوم الكرة بين مصر والسودان مع كابتن شط. يخرج أيمن شوقي وينزل محمود الخطيب، 49 ماتش افريقي محمود الخطيب، و37 جول جايبهم محمود الخطيب للنادي الاهلي في مشواره الافريقي، وما زال هداف البطوله دي، جايب 5 اجوال لغايه دلوقتي. يكلموا شيف باتلر، جاب 3 اجوال، فيلي بارتس بطل كينيا عمل هاتريك لما الاهلي كسب 6-0، وجاب جول عظيم اخر جول جابه في كوتوكو لما كسبنا 2-0 في الدور
قبل النهائي الجول الاولاني لما كانت مباشر خرج ايمن شوقي ونزل محمود الخطيب. مجدي مرجان والثعلبه بيطلعوها بره اوت وتتلعب من حسام حسن للخطيب والخطيب والخطيب الخطيب والخطيب وبيلعب كره بالعقل لعلامه يهوب. اي كره الخطيب طبعا ليه شعبيه كبيره، الناس بتحبه لانه عمل تاريخ الحقيقه الخطيب. ومعاه ابراهيم حسن ياخدها ابراهيم حسن للخطيب، خطيب خلصها كويس من تنجا خطيب ولعبها بيلعبها تخوت مع طاهر وتروح للخطيب وتروح للخطيب والخطيب بيلعب الكره العرضيه وتعدي لاسامة عرابي انما يلحقها قبليه. سلام يا طارق. علامه يهوب 14 محمود الخطيب كابتن الاهلي دلوقتي محمود الخطيب بعد ما نزل. يا سلام الكره حلوه لعلى ولا براسيو انما يوري ياخد. يا سلام يا خطيب يا سلام يا خطيب، لمحه حلوه وقفها وبالمسطره وبالمقاس شيبينج عملها من فوق مجدي من فوق طارق العلاء انما يوري ياخد. وهذا الخطيب تاني لمسات لمسات حلوه، صحيح الجهد قليل شويه انما يعني الكره الحلوه حلوه. يا سلام يا سلام كل كره الخطيب بيمضي عليها بيبقى لها شكل. محمود الخطيب وسام عربي محمود الخطيب محمود الخطيب بالعقل لحسام وحسام حسن وحسام حسن. يا سلام يا سلام يا خطيب. الناس 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 هنا ما تصوروش مشاعرها قد ايه مع محمود الخطيب. كل كره محمود الخطيب عمل شكل كبير للفرقه. وطاهر وتتلعب لعلامة يهوب وسام عربي وطاهر ابو زيد وبيشوط طاهر ابو زيد كورتين حلوين عاملها واحده لعلامة يهوب واحده لحسام. 50 40 دقيقة و2 0 اهلي. خطيب يا سلام يا خطيب خطيب لمسات حلوة والله والكرة تعتبر جزء من جسمه وقفها زي ما عاوز. يا سلام يا سلام شوف رقص الراجل ازاي دفع الله حمد دفع الله ولعب العلامة يهوب. انما الجيم حلو قوي في العشر دقايق الاخرين لما نزل محمود الخطيب انما رقص الراجل الخطيب عارف بيعمل ايه ومهارات وفكر الكينج محمود الخطيب ما فيش كلام. وبيلعبها لمحمود الخطيب بينقي اماكن كويسه محمود الخطيب ماشي الخطيب يا سلام بكعبه لاسامة عرابي عاوز يسعد الناس دي بقى وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد ما فيش حد احسن من حد. كعب الخطيب بقى كعب الطاهر وحمد ابو راضي وحسام حسن ترقيصه حلوه وعاوز يلعب الخطيب فعلا لعبها الخطيب والخطيب بيلعبها لطاهر وطاهر عاوز يشوط وبيشوط تعمل بند انما في ديور في ايديور علاء ميهوب طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد محمود الخطيب محمود الخطيب بيرقص وعلاء ميهوب للخطيب. يا سلام تابلو من تابلوهات الخطيب ولحسام حسن يا سلام يا خطيب. وطارق وطارق ال 16 صبحي ربع ساعة حلوة حلوة الخطيب بيقسم جوه الملعب ويصفر فعلا محمد لراج عشان ينهي اللقاء التاريخي للنادي الاهلي بين النادي الاهلي وبين الهلال السوداني في نهائي بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري 23 ويفوز النادي الاهلي على شقيقه وزميله وتوأمه نادي الهلال 2-0. بنقول مبروك للنادي الاهلي هذا الفوز وبكده كملت بطولاتك الى 5 بطولات افريقية وانجاز كبير 3 للاندية ابطال الكؤوس ومرتين للأندية أبطال الدوري. الخطيب كابتن تيم النادي الأهلي بيحيي الجماهير الغفيرة اللي جت تشجع الأهلي النهاردة وتشجعه في الثلث ساعة الأخرانية. شايل علم النادي الأهلي الخطيب لعب. إذن يعني ربنا يمتعه بالصحة الكابتن. كنت تذكرني أن الكابتن الخطيب ذهب لحضور مباراة اعتزال واحد من نجوم السودان. انا طبعا يعني الارشيف مش فاكر اسم الارشيف كمال عبد الوهاب كمال عبد الوهاب ووجوده في الملعب وهو بلبسه العادي يعني فالجماهير قعدت تهتف بيبو بيبو. ايوه كان هو فاضطر ان هو ينزل ويلف الملعب عشان يرد تحية الملايين من الجمهور السوداني اللي ما لم يتوقف عن النداء على بيبو. فهو انبص لكمال عبد الوهاب وقال لهم ده المكرم كرموا هذا. فكانت يعني لا يعني هو له جمهوره في كل مكان وحرصه على انه يتواصل مع النجوم المحترمة الكبيرة
وخصوصا لما بيبقى في دولة شقيقة زي مع نادي طول عمره بتربطنا به يعني رابط خاص زي نادي الهلال. احنا ليه بنذكر كل الكلام ده يا جماعه؟ لان دي ده الاساس، دي الطبيعه، ما يحدث مش طبيعي وعايزين ناخده في هذا الاطار وعايزين نرجعه الى طبيعته، لان في ناس بتحاول تستدرجنا جميعا هنا وهناك ان تعمق عشان هم اللي يستفيدوا، مش عشان لا الهلال يستفيد ولا الاهلي يستفيد ولا مصر تستفيد ولا السودان تستفيد. كلنا لازم نبقى عندنا هذا الادراك وهذا الوعي ونكون صحيين. صحيين يا كابتن، لازم نبقى صحيين يا باشمهندس، وباذن الله جمهور الاهلي لازم يبقى صاحي وباذن الله مش هندي فرصه لحد ياخد سلبيه علينا. هناك تضيع مره اخرى من يحاول انه يدس السم في مياه، مش بس السم، العلاقه بقى حامد بين انا عايز اقول لك الاهلي والهلال او مصر والسودان. انا لو انا مسؤول لازم افكر بالطريقه دي. انت ممكن جدا حد لما انت بتقول كده يحاول يستفز عشان تاتي بتصرف ربما الملعب ما يحللكش المشكله، ولكن التصرف ده هو اللي يحلها لك، انك تدي فرصه لحد يشتكيك يتلكك يعمل حاجه قد تسيء الى الموقف بشكل يضر مصالح النادي الاهلي. عايزين نبقى من زاويه حريصين على اشقائنا وحريصين على العلاقه، ومن زاويه اخرى حريصين على مصالحنا ايضا الا يستدرجنا احد لتصرف زي كده. كنت عايز اسالك بقى سؤال، المدارس الاداريه وانت تمرست في العمل الاداري والفني كمان، والفني ما هو الفني ده طبيعي، لكن الاداري حتى بخبراتك في الاتحاد الافريقي في مدارس تقول لك لما تيجي تحفز فرقتك او تيجي تلعب ماتش مهم يا اما تعيش اجواء طبيعيه مع انك انت تهتم بالتفاصيل الفنيه، ولكن لا تضغط على فريقك اكثر من اللازم عشان ما توتروش كمسؤول، ومدرسه تانية تقول لك لا خد فريقك اعزله عن كل ما يحيط به. انا يعني شفت ان مجموعه من الاجراءات بجد عجبني يعني وجهه نظر المسؤولين عن نادي الهلال انه منعين الاتصال خالص، عازلين فرقتهم خالص عن اي اجواء خارجيه، لا تليفونات ولا تلفزيونات ولا وسائل صحف واعلام ولا صحفيين في الفندق، رقابه صارمه على الاكل، يعني قافلين على التمرين، قافلين على فرقته. لا الفرقه تعرف ماذا يحدث في الخارج ولا الخارج يدري ماذا يحدث داخل فريقه. ومدرسه ثانيه وانت ماشي بتحفز فرقتك لكن بتعيش اجواء برضو طبيعيه. انت معاني مدرسه؟ انا مع المدرسه الوسطيه، انك انت ما تحفزش زياده قوي لان المباراه في حد ذاتها اهميتها مش لازم اللعيب يبقى مدرب. يعني لو انا مثلا مدرب مش عاوز اللعيب ده ماتش مهم اصل لازم نكسب 1-0، لا كل الامور الخاصه بالمباراه كلاعب كره لازم يكون عندك كل المعلومات الكافيه عنها. الحاجه الثانيه ان انا احفزك ازاي؟ احفزك انك انت تنزل هذه المباراه وانت يعني عندك كل الامور الخاصه بالموتيفيشنز والدوافع اللي عندك دي، تنزل عشان تلعب كره قدم، وبعدين ايه لا تتهاون، تبذل اقصى ما عندك. أيوة. تعطي اكثر ما عندك، تنضبط جدا وتنضبط في كل حاجه، وتكون برضو كمان ملتزم بالخطه بتاعت المدرب. كل الحاجات دي ما بقاش اوفر، يعني اوفر دوز ليهم وما بقاش اندر دوز، اخليهم دايما في حاله وسطيه، لكن كل لاعب عارف قدر هذه المباراه واهميتها، كل لاعب بيحس انه هذه المباراه مهمه ونتيجتها حاسمه، فبالتالي انت مش محتاج انك انت تعمل اوفر للدوافع اللي عندهم، خليهم بقى ايه يعيشوا في جو هادي زي ما قلت. وكابتن الجوهري كان بيعمل كده، كان يمنع التليفونات والتلفزيونات، كان بيشيل الفيشه بتاعت الدش والغرف وقتها، كان ويمنع لو هو الموجود دلوقتي هيمنع الواي فاي من من الفندق وهيمنع التشويش على المنطقه. بس دي كانت مدرسه، الناس هتيجي تقول لك حقق الجوهري منها نجاحات مبهره. نيجي للكابتن حسن شحاته ما كانش بيعمل كده،
وحقق نجاحات مبهرة. طبعا نجاحات مبهرة. بس مدرسة حسن شحاتة تختلف عن الجوهري. ليه كابتن حسن شحاتة؟ انا بقول لك تختلف. كان هادي، ما كانش زي الجوهري. الجوهري كان برضه عصبي. كابتن الجوهري برغم انه كان ما يبديش عليه العصبية، لكن لما كان يتحدث كان بيتحدث بعصبية شديدة جدا. لكن حماس دافق. حماسه بيوري اللاعب مدى أهمية المباراة بالنسبة له من خلال كلامه. كان يقول لي أنا بجيب صورة اللعيب اللي هيلاعبه، يعني الباك يجيب له الوينج اللي هيلعب عليه واحط له الصورة بتاعته في التسريحة عشان يتعود عليه، عايش أسبوع بيشوفه وبيتسرح وبيلبس يعني. فهو كان عنده طقوس في التدريب زي ما بيقول كده. طبعا عندنا ميزة هنا، هي كولر المدرب بتاعنا ده عنده هدوء، وعنده برضه فكر كويس قوي، بيحاول من خلاله. انه انا متاكد تماما ان اللعيبه بتحس بيه ان هو هادي، لكن من جواه حاسم، عنده حسم شديد جدا، وبياخد قرارات. ممكن اي لعيب يعرف تماما انه لو اخطا القرارات واضحه جدا بالنسبه له، فدي بتخلي اللعيب اكثر التزاما في الملعب، ودي حاجه كويسه. بيهمه الالتزام التكتيكي. يعني بالتاكيد. وبعدين عنده كمان يعني ما بينفعلش قوي، لكن عنده كل حاجته دارسها وحاطط كل الاحتمالات موجوده. لا انا هو الدراسه والتفاصيل دي يا استاذ حامد احنا عشناها معاه شفناها. يعني حتى هو في الطياره ما فيش ثانيه بيضيعها، اللابتوب مفتوح على طول، وبيدرس وبيقرا وبيكتب وبيعمل فهو الراجل يعني ربنا يوفقه، وربنا برضه يخلي اللعيبه مش محتاجين زي ما انت بتقول يتقال لهم ركزوا. التركيز يعني افصل نفسك عما يحدث في الخارج من نفسك كده. اصعب حاجه تحفز لاعب في مباراه ضعيفه، لانه بيتهاون من نفسه المباراه ضعيفه، عشان ترفع من قمه الموتيفيشن والدوافع بتاعته اصعب حاجه على المدرب. طيب ودي حصلت اكتر من مره في اكتر من ماتش. لتحفيز اللعيبه يا استاذ حامد واعدادهم نفسيا، النادي الاهلي اخذ قرار في الفتره اللي فاتت بتعيين او اضافه معد نفسي وذهني الدكتور احمد ابو الوفا للجهاز الفني في مهمة التأهيل النفسي للعيبة في مثل هذه المباريات. رأيك في الخطوة ورأيك في دور التأهيل النفسي مع اللعيبة في الجيل الحالي؟ لا يوجد فريق كبير ما فيش ضمن الجهاز بتاعه الطبي معد نفسي أو طبيب نفسي، على أساس أنه هو بيكون أكتر من لا، ما اللي هي الكلام اللي كان بيتكلم فيه الباشمهندس أنه اللعيبة تبقى متوترة قوي أو مش متوترة خالص، دي هو بيبقى حاسس بيها ويعرف يتعامل معاها. وخصوصا طبيعي كل لاعب عارف مفاتيح كل واحد. انا بس مساله السوشيال ميديا دي الحقيقه انا اتمنى مخلصا انه الكابتن سيد عبد الحفيظ يوقف الواي فاي في الفندق اي علاقه بين اللاعبين وبين السوشيال ميديا، لانه الحقيقه هلا بس ممكن النت يبقى على التليفون، ممكن على التليفون على الداتا. نعم لو قفل الواي فاي في هي هو عموما هو فاضي اليوم ان شاء الله اليوم. لا حتى انا ليه، لانه في ناس يعني في حاجات ممكن تخلي اللعيب يستفز فعلا. وانا يعني انا مش يعني كيف نتعامل مع انه احنا عندنا الان تقريبا 100 مليون عبد المجيد نعمان ونصف سليم ونجيب المسكاوي يعني انتماءاتهم المختلفه. لا زمان كان الناس بتيجي تقف تحت الاهرام وتحت الاخبار ويقولوا له اكتب يا نعمان عن الاهلي بتاع زمان، ويستنوا المطبعه تطلع لنجيب المسكاوي او عبد الرحمن فهمي او حمدي النحاس، او مستنيين عشان يقول لهم هو الاهلي كان كويس بدرجه كام، مستنيين الدرجات بتاعه اللعيبه. ليه؟ لان دول ناس خبراء، ناس لعبوا، ناس بيفهموا. الان كل واحد بيتطوع هو ويتصرف كما لو كان الخبير الاول والمعد النفسي الاول ومدير الكرة الاول، فبيقول كلام في كل مجال، والسياسي الاول وال طبعا دي قصه مقبوله في حدود ابداء الراي، لكن فرض الراي والقسوه والاقلال من راي اللي قدامه واقلال من مستوى اللاعب لانه ما ادالوش اللي هو عايزه والخروج عن كل واحد عايز حاجه في لعيب. يعني اللي بيحب الترقيص عايزه اللعيب المهاري، اللي بيحب التهديف عايز اللعيب. يعني طبعا النجم الكويس يبقى عنده كل المهارات دي، ولكن وفي ناس بقى بتبقى داخله عشان تحطم لعيبه، ودي ما انتش عارف انتمائها. في لجان، لا في لجان
في لجان مدفوعه في لجان مدفوعه كنت قبل وانا حكيت من معاك وهنا على الـ على الـ على, الـ على التليفون في اتصال تليفوني قصه لحد ملوش علاقه باي حاجه واصبح هو مهمته الضرب في النادي الاهلي، الضرب في كيان النادي الاهلي، الضرب في استقرار النادي الاهلي. لسه كنت بقول هو كان في جروب لفت نظري بقاله 10 ايام والحمد لله ان هو بيعلن على انه كاره للاهلي، يعني هو مش بس بيكتب كميه من الاكاذيب والاحداث المغلوطه والاستفزاز غريبه. ما عشان كده انت بقى لو انسخت في الرد على الكلام ده لا لا هينفتك عن مهمتك الرئيسيه. صحيح، بس هي القضيه انه الى ان يصبح هذا الموضوع مفهوما لدى الجميع فعلينا ان نتجاهل. طب علينا نعمل حاجه بقى، انت بقى اللي ايه جرجرتني عشان ازنقك في الحته دي. اليس وقد سمعنا من الوزير والمجلس الاعلى للاعلام رقابه الاداء الاعلامي انه هيكون في رقابه لهذه الظواهر وهذه المجاميع، وابتدوا فعلا رصدوا بعض حاجات وتصدوا للبعض. الم يأن الاوان ان يبقى في موقف صارم بشكل مستمر يطهر الـ صعب جدا 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 جدا. لماذا؟ قول لي لماذا. لانه انا اما يبقى الموقع او السوشيال ميديا بتاعت فيسبوك بتاع الاهرام، الاخبار اليوم، الجمهوريه، يعني حاجه مؤسسه تقدر تحط ايدك عليها، انا اقدر اتكلم. لكن انت بتلاقي واحد بيقول لك ايه الاسد المرعب، الاسد المرعب ده مين؟ طب انا اجيب له بتاع، تلاقي في حاجات يعني ملوش عنوان. يمكن ضبطها يا اسحام، يعني هتضبطها ازاي؟ صعبه جدا يا استاذ ابراهيم. ده بيجيبها من خلال التليفون اللي تاسس عليه الاكونت ده. ايه وساعات بياخد تليفونات ابراهيم وتليفونات المهندس عدلي ويعمل بيه. ده بيعمله بس كبيره جدا. انا عندي فكره كويسه عن التكنولوجيا، وطبعا الباشمهندس يا اخويا قول لنا مهندس تكنولوجيا. بس هو مش فاضي يتابع. والدليل ان انا قعدت اقول له على حاجات من متابعاتي اتضح انها مش واصله له. الموضوع صعب جدا، صعب جدا. انا بقول عندما اتعامل يعني مع مؤسسه ده يقودنا. طب تتصدد ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في المانيا ولا في استراليا ولا حد بس عارف يسيطر. بس في حد بالالحاح بيبقى واضح. يعني بص الخروج يعني بيبقى في برامج تلفزيونيه. ما لا ده دي قصه تانية. دول البليتشوهات لا ده غير بقى البرامج للحقيقه يعني اللي على الوسائل دي اللي انا مستغرب لها يعني. والاستضافات اللي احيانا بتجاهر بكراهيه النادي الفلاني وكانه فخر وانا هروح البس فانيله النادي المنافس واتمنى هزيمه ده كلام ده. ما هو هي يعني دي سببها انه انتهاك القانون المنشئ للمدينة الحرة للإنتاج الإعلامي الذي يتطلب على من يريد إن هو يحصل على رخصة بس إنه يقدم. طب ما تخدتنا الحتة اهو. ما ده هو دي. سيبك من يقدم. طب وأنا براقب هذه البرامج مش أمنع هذا الأسلوب اللي هو كل همه اللعب على مشاعر سلبية للجماهير هنا أو هناك واكتساب أرضية سلبية. إن كان سلبية أحد الجهلة كان يلعب كرة ذات يوم وبعدين جه يعرف نفسه إن هو جوارديولا وأنت سمحت له. لا أنا أقول له ده بيشتغل إيه؟ هل هناك ده لا توجد في العالم كله تعاقد مع واحد ان هو ضيف دائم في حاجه زي ما كده؟ ما هو يا اما انت معلق يا اما انت محلل يا اما انت مذيع. وهو مقبول لو ضيف دائم اعمل له عقد بفلوس. ضيف دائم يعني ايه؟ عشان ايه؟ خلي بال حضرتك هو لا معاه شهاده. معلش حامد انت رحت لمست واحد خد سكه وعمل لنفسه لون. بس خلينا انا بكلمك على ظاهره انك تيجي تسب نادي هو ما يعني انا مش بدافع عنه ولو ان انا لا اتفق في كثير مما يعني مش ضروري اتفق معاه في الراي. بالعكس انا لا اختلف معك. ولكنه هو ما بيروحش يشتم في النادي الفلاني او في الـ في الـ في الـ في الـ يعني اقصد اقول ايه. لا ده في ناس
تجار كراهيه. يعني بالتاجر بتجيب اللعيب اللي بيجاهر بكراهيته عشان يسب النادي ويسب نجومه ويسب ادائه ويشوه تاريخه ويتبلى عليه. يعني ازاي دي ما تقدرش تمنحها يا استاذ حامد؟ تقدر تمنحها. هذا يا طب هنا ما تقدرش انت تقدر. هرجع لك تاني تقول له لا ما ينفع. ينفع ازاي؟ ما في الميثاق الاعلامي الموجود ده يا كابتن مش كده؟ خلاص من خلال هذا الميثاق الاعلامي لازم تكون في رقابه صارمه لها صلاحيه منع. و ده في ناس بتستضاف فقط لانها الافيه بتاعها انها بتكره النادي الفلاني وهتعمل ايه في يقول لك انا مش انا هستاذنكم بس لان الكابتن الخطيب طلع بيان لجماهير النادي الاهلي في اللحظه ديت. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الشكر الخالص لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وقال أنه ممتن لهذه المشاعر النبيلة والتي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء وطنه الذي يعتز دوما بتقديرهم وحبهم، وتمنى أن يكون قدم لبلاده وناديه طوال مشواره الرياضي التي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء وطنها الذي يعتز دوما بتقديرهم وحبهم، وتمنى أن يكون قدم لبلاده وناديه طوال مشواره الرياضي ما يستحق عليه كل هذا الثناء الذي يضاعف من رغبته اليومية في تقديم المزيد من الجهد وفاء لبلده وناديه وجماهيره التي طوقت عنقه بكل هذا الحب، وهي النعمة التي يحمد الله عليها. وطمأن رئيس النادي الجميع على صحته مؤكدا أنه بدأ يتعافى تدريجيا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات المحبين له في هذا الشهر الكريم. أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام. وعلى جانب آخر عبر الكابتن محمود الخطيب عن ثقته الكبيرة في لاعب الأهلي وجهازهم الفني في لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت، مؤكدا أن لاعب الأهلي يمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يستطيعون به التعامل في مثل هذه المباريات، شريطة التركيز وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهم قادرون بإذن الله على تحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الأهلي الوفية والتي يقع عليها عبء كبير، وأنه واثق في مساندتها للاعبيها من البداية للنهاية حتى يتحقق الهدف المنشود. جزئين. جزء بيقول انه يعني راى كثيرا من الحب واللهفه على الاطمئنان عليه، وبيشكر كل من سال عليه، وهذا امر مطلوب ومحمود الخطيب. لكن الجزء المهم جدا طبعا بعد الاطمئنان على صحه الكابتن محمود الحمد لله، هي الحته اللي وجهها للعيبه بتعكس او كبسوله يمكن احنا كلنا كنا عايزين هننهي البرنامج واحنا بنتفق على هذا المعنى يا جماعه. اتكلنا عليها تاني يا استاذ ابراهيم. على جانب اخر عبر عن ثقته الكبيره في لاعبي الاهلي وجهازهم الفني في لقاء السودان الشقيق يوم السبت، مؤكدا ان لاعبي الاهلي يمتلكون من الكفاءه والخبره ما يستطيعون به التعامل في مثل هذه المباريات. شريطة التركيز وعدم الاستعجال. أيوة. والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهم قادرون بإذن الله على تحقيق النتيجة التي تسعد الجماهير. السطرين دول عارف انت ايه الإفيه بتاع كنت هقولها؟ هي تتفق مع نفكر فيه كمجموعة قاعدة هنا. انا متأكد ان ده اللي انت فكرت فيه كابتن شطة وانت كمان، ان احنا مش عايزين استعجال، مش عايزين توتر، عايزين تركيز، عايزين التزام. التزام. طول الوقت. هو ده المطلوب من اللعيبه. واللي انت لخصته خد بالاسباب واتركها للمشيئه تنفذ لك ما تطلبه. الاهلي لو شفنا حجم بطولاته سنعرف قدر محبه الله للاهلي والاهلاويه. حبيبي. ليه؟ الله مع بتلاقيه واقف مع الاهلي في ظروف صعبه جدا، الراجل داخل يشوط بنالتي. داخل يشوط بنالتي.
أطهر الطاهر دقيقة 90 الطاهر الطاهر أطهر الطاهر ده أطهر الطاهر كمان يعني ما فيش بعد كده يا أستاذ حامد أستاذ حامد كرة القدم وأنت داخل تشوت بينالتي كان حسب لك نتيجة هنا مهمة ضيعتها أي لا يعني عايز أقول إيه إذا إضاعة ضربات الجزاء قد تكون مؤشرا في بعض الأمراض طب ما هو إحنا برضو ضيعنا قدام سان داونز مكسب هنا واخد بالك فخليها دي في إطار كرة لا القادم ما أنا خلي بالك هو أنا ما بقولش إن المشيئة تبقى إيجاب أبدا مشيئة الله هي الحاكمة أيوة طبعا مشيئة الله هي الحاكمة يعني إحنا ضيعنا ربما كان كون المباراة شديدة الأهمية في تحديد من يصعد إلى الأدوار النهائية كانت لو ضربتي الجزاء هنا كانت سبب في أن يعود الجمهور لو كنا في نفس اللحظة ونفس الموقف أيوة. يعني أنت لو ضربت الجزاء اللي أضاعها محمد هاني واللي أضاعها طاهر الأطهر خلينا تحققت سيبك من ده لكن أنا عايز الكلام اللي قاله الجماهير اللي لكن آخر سطرين برضو اللي وجههم للجماهير نعم التي يقع عليها عبء كبير صحيح اللي احنا اتفقنا فيه اللي احنا متفقين ان دور الجماهير مهم جدا 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 لا تكن رد فعل لانك لا تعرف من اين اتى الفعل خليك انت ليك سياستك وداخل بدماغك بشجع فرقتي بصبر عليها بفضل وراها للنفس الاخير كدأب جماهير الاهلي التي كثيرا ما استجابت ونصرتها المشيئه صحيح صحيح والتي يقع عليها عبء كبير وانه واثق في مساندتها واثقين طبعا الجمهور مش محتاج تحفيز في الحته دي من البدايه للنهايه حتى يتحقق الهدف المنشود اذا على اللعيبه ان تاخذ بالاسباب لاسعاد الجماهير وعلى التوفيق من الله سبحانه وتعالى باذن الله يكون في صفهم وعلى الجماهير المسانده للفريق دون التطرق لاي امور اخرى لان في الاخر احنا عايزين مصلحه عليا عايزين مصلحه خاصة للنادي الأهلي مصلحة عليا للوطن للمنطقة للعلاقات اللي بيننا بين الأشقاء والأندية ومصلحة خاصة للنادي الأهلي في تجاوز هذا الأمر ثم بإذن الله مصلحة خاصة جدا للجماهير الأهلوية أن تستمر وأن يرحب بها باستمرار يا أستاذ إبراهيم ده صحيح أستاذ حامد جمهور الأهلي والكابتن الخطيب بيقول يقع عليها عبء كبير الحقيقة المسألة مسؤوليتها وعبئها اكبر من مباراه الاهلي والهلال او يتعدى كده صحيح احنا في بدايه مرحله تستعيد فيها المدرجات حياتها والحيويه المطلوبه فيها قفزنا من 5000 و10000 بموافقه مشكوره من الجهات الامنيه الى 50000 النادي الاهلي مقدم على مرحله كبيره في التحديات اللي جايه يعني عايز اقول لك انه بعد 9 ايام بس من هذه المباراه عنده فاينل الكاس مع بيراميدز يوم 10 ابريل مباراه بيراميدز مرتبط بيها مباراه السوبر الافريقي المصري الفائز بيها هيلعب الزمالك يوم 5/5 في ابو ظبي فبالتالي الحضور الجماهيري لانجاح التجربه يوم السبت يعول عليه كتير في اللي جاي وهي مسؤوليه جمهور النادي الاهلي الذي باذن الله سيكون إذا نجح نموذجا عاليا في ضبط النفس في مساء السبت اذا نجحت هذه الخطوه وسوف تنجح باذن الله لاني اراهن على وعي جماهيرنا وعلى شده حرصهم على مصلحتهم ومصلحه ناديهم ومصلحه بلدهم طبعا هيتعاونوا مع الامن هيوصلوا رساله حب لناديهم واستيعاب لمفهوم المنافسه والترحيب بالاشقاء اعمل دورك مع ناديك دون الاساءه لاحد ولا تستدرج ولكن هذه الخطوة شوف تفاؤلي أنا بقى قد تؤدي إلى السماح بالسعة الكاملة للاستادات بعد كده إن شاء الله هي السعة الكاملة لاستاد القاهرة 67000 أيوه كويس إحنا إن شاء الله يعني إن نجحنا في تجربة 50000 سيكون ما أسهل أنه نسعى إلى السعة الكاملة لمصلحة ليس الأهلي لكن الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية والدوري المصري الذي أرى أنه أصبح في مستوى منافس للدوريات الكبرى في المنطقة العربية وخصوصا الدوري السعودي دور اللعيبة بقى أيوة. الحالة دي يعني دي حافز اليوم قوي جدا عشان يرجعوا الجماهير تاني من خلال أداء مباراة يستمتع بها هذا الجمهور عشان بعد كده الجمهور برضو
يجي لهم تاني وتالت. انت كلاعب يفرق كتير الحضور الكبير؟ تأكيد. انا يعني انا لعبت قدام 100,000. انا لعبت قدام اللي هي التاورز بتاعت تحس مسؤوليتك عن الجمهور. دي بتديني مسؤوليه. فانا بقى دلوقتي عايز الجمهور ده يرجع تاني كلاعب، اعمل ايه؟ لازم اعمل لهم مباراه تليق بهذا الجمهور عشان برضه بعد كده الجمهور يجي وهو سعيد جدا بالنادي الاهلي. كابتن شطة، يعني ممكن انت تعمل تصرف تصهين على حاجه في نص الملعب وتتصور انها يعني ايه؟ يعني دي حاجه بسيطه، هي التي تسفر على ان يمنى مرماك بهدف لا قدر مثلا الله. فالتزامك. انا اتذكر واحد ما كانش بيسيب كور زي كده ابدا. لانه هو بيقول لك، هو سالنا سئل هديكوتي قال له طيب ما الراجل ده لعيب كوره وبتاع انت كده بتخسره. قال انا بخسر واحد، اللي قصادي بيخسر اربعه. قال له فاروق ضعف. قال لك غيره بقى. لا اي حاجه احكي لي كده سريعا على لا احسن ماتش لعبته ايه يا. احسن ماتش قالوا لك انا بس اهلي والزمالك 78 لا 4-2 اللي عملته الجمباز. انت عملت حته ماتش يا شباب. لا انا وصفوت يا كابتن الله يرحمه. صحيح احسن اثنين. وصباح عبده برضه تسبب في طرد مصباح. مصطفى عبده لما نزل. لا مصباح لما رقصه فرح ضارب. بس هو كعب مصطفى عبده في الانذار الثاني. الانذار الاولاني. أيوة. بس ده احسن مباراه. بس في مباريات كثيره جدا طبعا مع الاتحاد السكندري، وبعد كده مع امين دابو في الاسماعيليه، مع المنصوره. والمنصوره اسمع بقى، انت كنت حمى. لا اللزقه بتاعت فاروق جعفر. ما هو بص فاروق جعفر قال حاجه في الحقيقه، يعني حاجة أنا ما كنتش متوقع يقولها. قال كل ما شطة يضربني واقع يقومني يقول لي فيك حاجة؟ اتعورت؟ كل ما قال كل يضربني وقومني، يضربني فاروق جعفر دمه خفيف جدا الحقيقة، وعمره ما تلفظ معايا بلفظ خارج في الملعب. وكل ما أجي له مثلا جاي من بعيد يقول لي ها تيجي ولا أجي لك أنا؟ تيجي ولا أجي لك أنا؟ فحقيقة فاروق جعفر كان حقيقة مفتاح لعب نادي الزمالك في فترة السبعينات كلها. الحقيقه ربنا وفقنا النادي الاهلي في فتره السبعينات كل المباريات الحقيقه مش من غير معايره، يعني ان احنا خدناها كلها وكسبناها كلها في فتره السبعينات ما عدا الماتش بتاع احمد عبد الحليم وابراهيم محمد اللي خدوا كسبونا فيه سنه 80 وانا كنت في السعوديه وقتها. فالحمد لله يعني يعني انت ما خسرتش من الزمالك خلاص زي انت وبركات. انا وبركات وصفوت. صفوت بطل ما خسرش. صفوت بطل 80 كان وقتها السبعينات كلها. كان لعيب عبقري. ها الله يرحمه. كان الحقيقه وكان هادي شويه بس كان هادي كتير. ده كان بكاو. قول لي ايه ده؟ الرحمة احمد بكاو ما كان ماسك مدير كوره. قول لي ايه الراجل ده؟ هيجننه كان. قلت له انت متعود على 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 ده بيعمل لك السهل الممتنع وكورته سريعه جدا وهو واقف لانه بيفكر قبل ما بتنزل بلمسه واحده بيكون نقلها. لا الحقيقه احنا كان عندنا خط وسط قوي جدا فيه خمس لعيبه، كابتن محسن صالح، كابتن طاهر الشيخ طبعا مش عايز اكلمك، انا ومختار وجماعه جمال عبد العظيم، وبعد كده جه محمد عامر طبعا. هي يعني كانت مجموعه قويه جدا. محمد عامر الحمد لله صحته بقت الحمد لله كويس. انا زرته اول امبارح وكنت معاه الحقيقه، بطمن كل الجمهور على محمد عامر. واستعاد ثقته وصحته تاني وربنا ان شاء الله. لحقتش محمد عباس انت؟ لحقته يا كابتن محمد عباس. ده كنت بروح اجيبه من المالي يعني انا. كابتن انت تاريخه عندي حبيبي ده لحد دلوقتي بكلمه. لحد دلوقتي محمد عباس. لا الحقيقه انت وافي لكل المجموعه. كان لعيب جبار. ها كان يا كابتن عارف كاسحه الغام كان حقيقه. كان لما يجري كده يعني بمعيار الاحتراف الحديث كان يلعب فتره اي حته في العالم. تحس الهواء اللي بيجري فيه بيجي على دماغك. ينطلع كده. بس ما كملش للاسف الشديد يعني. كان خساره. هو وجمال عبد العظيم. وجمال لا جمال الاثنين دول كانوا ممكن يروحوا في حته ثانيه. جمال عبد العظيم كان حاجه يعني الحقيقه اللي ما شافوش. جمال لا يمكن يمسك الكوره كده حد ياخدها منه كيانو دي وبيجري ما فيش حد يقرب له. وده كان بيلعب تقريبا في القناه مش كده ولا كان فين؟ كان في القناه. لا القناه يا كابتن. هو جاي من القناه. جاي من القناه لينا. جنب القناه. جاي من القناه للاهلي. جاي من القناه للاهلي افتكر كويس يا كابتن عدلي. ايوه سنه 74 وبعد كده راح المقاولين لما راح بعدينا. 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 طب اخيرا لانه الوقت بيداهمنا، رسالتك الاخيره للاهلي اللعيبه والجمهور والجهاز. انا لا اعتقد ان لاعبي الاهلي او الجهاز الفني للاهلي او الجهاز الاداري للاهلي او جماهير الاهلي تاكيدا في حاجه الى نصائح، فهي تعلموا الموقف وتعيه جيدا
وكلنا نسعى من أجل أن يسعد الأهلوية. الأهلوية أعضاء النادي الأهلي، الأهلوية أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلوية، أعضاء الجمعية العامة اللي هم جماهير الأهلي، سعادتهم هي التي تسعدني، وكلهم يعرفون واجباتهم بالدقيقة بالتفصيل، ولا يحتاجون من أحد أن ينبههم أكثر مما قلناه. كابتن شطر، أنا حقيقة بوجه رسالة للهلال والأهلي كلاعبين. المباراة بتاعتكم داخل الملعب، أدوا اللي عليكم وعملوا مباراة تليق بالناديين الكبار، وبقول لجماهير الناديين المباراة دي مباراة مهمة جدا، لكن تبقى العلاقات وتبقى استمرارية العلاقة بين شعبين حقيقة يربطهم نيل واحد. أتمنى وكمان يعني مصاهرة، وكمان يعني مش عايز أقول، أنا متجوز مصرية، وآلاف وملايين السودانيين متجوزين مصريات، وكمان في مصريين متجوزات سودانيين، ولنا أصحابنا لما نروح هناك بيستضيفونا. عمار عمار إمام وعمار حقيقة الراجل فاتح بيته لأي مصري، بيروح قلبه النهاردة نشوف فيه إيه. فعشان كده عايز الجماهير تحس يعني تشجع، وإن شاء الله المباراة زي ما قلنا أربع احتمالات، الاحتمال المهم جدا انها تخرج كمان بروح رياضيه عاليه، وده هي رساله بوجهها للناديين الكبار، الاثنين انديه كبار حقيقه من اكبر الانديه في افريقيا عموما، الهلال الهلال والاهلي، فبالتالي والمريخ والزمالك كمان، عشان بس ايه نشوف اطراف الديربي اللي موجوده في. ده بالعكس، انا شايف المريخ موقفه اكثر قربا للاهلي. لا مش قرب يعني، مش شاغل دماغه قوي بحته ال يعني 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 انا مش شايفه تعامل مع الزمالك او مع الاهلي في في بالعكس، هو حريص اكتر على علاقته بالحساسيات دي كلها، ولذلك انا بقول ان دي تصرفات الحساسيات دي، وان في ناس مزقوقه. صح كده، انت قلتها. مش عايز اقول بقى تفاصيل اكتر من كده، ارجوك مش عايز اقول اكتر. طيب عنده تفاصيل اكتر، بس انا همنا الوقت. انا بقول بس اتمنى من المباراه تخرج مباراه كره قدم وهي لحظه فير بلاي، لحظة في تاريخ طويل في كرة القدم ممتد للأندية وللبلاد وبإذن الله للمستقبل. إحنا كأهلوية عايزين طبعا الأهلي يواصل المسيرة الناجحة وينطلق من رحم الصعاب إلى الألقاب والبطولات، وهو بإذن الله ما سوف يتحقق. أنا عايز أقول كلمة واحدة، أن كل الجماهير، كل الإعلام، صحافة إعلام، حتى السوشيال ميديا، جروبات الأهلي، أنا أثق في دورها خلال 48 ساعة وما يليها الفترة الجاية في دعم النادي الأهلي، وسيبنا من اختلاف الآراء لأن ده طبيعي، لكن الفوزو اللي بيخش يخترقنا ويدعي، ومنهم ناس واضحة وصريحة أنهم مش تبعنا خالص، ولكن عايزين يأثروا على الروح المعنوية، وده مش هيحصل أستاذ إبراهيم إن شاء الله. لن يحدث ولن يحدث إلا مزيد من التركيز من لاعبي النادي الأهلي، مزيد من التوفيق من قبل الجهاز الفني، ومزيد من الالتزام والانضباط والحماسة من جماهير النادي الأهلي حتى يسعد الأهلي إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة، وغدا أسرة جديدة والأهلي في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.